أعزائنا المتابعين، أهلا وسهلا فيكم في تحديثنا للجلسة الأوروبية لليوم الأربعاء، وإحنا في انتظار قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واللي تتباين حوله توقعات الأسواق المالية. فمن جهة في توقعات أنه يرفع الفائدة بمئة نقطة أساس، لكن على الأرجح يبدو أن التوقعات عم بتشير لاحتمال رفع الفائدة بخمسة وسبعين نقطة أساس. وهذا التباين في الآراء عم بيخلق حالة من التباين أيضا بين أزواج العملات، فعم نشوف انخفاض اليورو مقابل الدولار، ارتفاع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار، وانخفاض الدولار مقابل الين الياباني. في حالة من التوتر، في حالة من الترقب في الأسواق المالية لقرار الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، واللي راح يتبعه أيضا المؤتمر الصحفي واللي ممكن يتم من خلاله توضيح التوجهات المستقبلية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. خلينا نشوف تحركات الدولار الأمريكي بحسب وجهة نظر التحليل الفني الكلاسيكي والتوقعات المستقبلية المحتملة للدولار. بالنظر إلى تحركات الدولار الأمريكي بحسب التحليل الفني، راح نشوف أن الدولار الأمريكي عم بيتحرك فوق خط دعم صاعد رئيسي، وبالتالي أي تداول أعلى من مستوى 104.76 ممكن يبقي على احتمالات الاتجاه الصاعد، لكن بالنسبة له اليوم ممكن يمثل مستوى 105.55 الدعم الرئيسي اللحظي له اليوم، والتداول أعلى منه ممكن يحفز موجات صاعدة، لكن من الأعلى ضروري جدا نشوف المؤشر مستقر فوق 108.23 لزيادة فرص الارتفاع وتحقيق مستويات سعرية أكثر ارتفاعا تصل إلى أعلى مستويات الدولار منذ عام 2002. لكن على النقيض من ذلك، في حال تم كسر الدعم الصاعد فعندها ممكن يدخل الدولار في موجة هابطة تصحيحية أكثر وضوحا. في أسواق المعادن الثمينة عم نشوف ارتفاع في أسعار الذهب، يبدو بأن الأسواق المالية سعرت مسبقا احتمالات رفع الفائدة وأصبحت الآن تلتفت لمخاطر الركود الاقتصادي العالمي، وهذا اللي عم بيحفز ارتفاع أسعار الذهب، خصوصا وأنه معدلات التضخم عالميا مرتفعة جدا، ويتم طلب الذهب لتغطية مخاطر التضخم والتحوط منه. في أسواق الطاقة عم نشوف حالة من التداول المتذبذب اللي يميل بين الحين والآخر للارتفاع في أسعار النفط، وذلك في حالة من القلق تجاه وفرة المعروض العالمي، لكن في نفس الوقت أي مكاسب عم بيحققها سعر النفط ما زالت نوعا ما محدودة، لأن الأسواق قلقة بشأن الركود الاقتصادي العالمي واللي ممكن يخفض الطلب على النفط في المستقبل القريب.